لطالما كانت مصر موطناً ومنفذاً لكل سعي وطموح، وبجانب جهود كثيرة تبذلها الدولة المصرية من أجل رفعة مصر وترسيخ مكانتها، نقف هنا في جهد عظيم على أرض المعارض، حيث يوفر معرض القاهرة الدولي للكتاب الكثير من الفرص والمعرفة، ليس فقط للناشرين والزوار المصريين، بل أيضاً لأجانب وجدوا في مصر ما يحقق أمالهم. أنا مؤلف، لدي كتاب قمت بنشره هنا في معرض الكتاب، وكان قد تم تأجيل نشره بسبب توقف المعرض العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لكن أخيرا استطعت أن أنشره في مصر عبر دار نشر مصرية قام بترجمته. مصر هي أرض الحضارات، من أقدم 4 حضارات في العالم. الكتب وسيلة للتواصل بين الناس، وتساعد الثقافات المختلفة للتعرف على بعضها. على الرغم من أن الجناح الروسي صغير، لكن هناك كتب كلاسيكية من الأدب المعاصر. الشباب في روسيا لا يقبلون على القراءة، في مصر هناك نسبة كبيرة تقبل على القراءة. هناك كتب من الأدب الروسي من دور نشر مختلفة. وبداخل معرض القاهرة للكتاب رصدت كاميرا من مصر أجانب من دول بعيدة، لم يكتفوا فقط بالاهتمام بمصر، بل أيضاً تعلموا القليل من اللغة العربية وأرادوا أن يتحدثوا إلينا بها، متفاخرين بجمال لغتنا وبما يوفره المعرض من ثراء في الفكر والعلم. أنا جيت في مصر في سنة 2020، وهذا أول مرة أنا أشارك في هذا المعرض، وأنا excited، أنا مدى أتعجب جداً بهذا المعرض، لأنني أنا أحب أن أقرأ كتب، وهذا كان جنتي. جئت هنا لكي ترى كتب الجديد وكتب شريعة كتب أخرى. أنا جئت للمصر لكي تدرس، لكي نعلم لغتنا، لغة المسلمين. استطاعت مصر عبر معرض القاهرة الدولي للكتاب خلق حلقات وصل بين دول العالم باختلاف ثقافاتهم ولغاتهم، منشئة هنا تواصلاً متناغماً بين الناس من كل مكان. من مصر، سارة شلبي.